بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الأعزاء، الفيلم المعروض أمامكم ملتقط يوم أمس الاثنين الموافق 18/1/2021، ويتناول حالة نادرة من حالات التغليس والإهمال والهدر المتعمد للمال العام. الحالة اللي نعرضها عليكم يعود تاريخها إلى يوم 13/2/2012، احنا الان سنة 2021، بينما يعود تاريخ هذه الحالة الى عام 2012 شهر الثاني، وعلى وجه التحديد يوم 13، اي قبل 9 سنوات. قبل 9 سنوات وبهذا اليوم، يوم 13/2/2012، وصلت الباخرة كريستينا قادمة من الهند، وعلى وجه التحديد من ميناء موندرا الهندي، والباخرة تعمل ضمن خطوط الشحن البحري لشركة TSL تانجو سييرا ليما. وصلت إلى ميناء أم قصر، وكان على متنها في عنابرها 13 حاوية عائديتها إلى شركة نفط البصرة وزارة النفط. هاي الحاويات محملة بالمعدات والآلات والأدوات والمنظومات والأجهزة والمواد غالية الثمن ومدفوعة الثمن أيضا بالملايين، كما أسلفنا لحساب وزارة النفط، أي قبل 9 سنوات. وذاك يوم وهذا يوم والحاويات نايمة بالتراب، نايمة بالرمل، مر عليها تقريبا 9 شتاء و9 صيف و9 خريف و9 ربيع ورطوبة وأمطار وغيره، والحاويات هناك متروكة. احنا طبعا ايضا هذه البصمة الصوتية والفيلم اللي معروض امامكم راح يتضمن البيانات المفصلة بالحجم والنوع وتاريخ الوصول، وراح يعقد كتاب الى الجهات المعنية، كتاب رسمي بالصوت والصورة والوثائق. طبعا وزارة النفط راح تطلع لنا 1000 عذر وتبريرات ومبررات، وسوينا لجنة واللجنة راحت واللجنة اجت. ولكن يا اخوان الاعزاء، المضحك المبكي في هذا الوضع انه هذه الحاويات اللي صار لها 9 سنوات متروكة، ترى متروكة بمسافة تبعد عن شركة نفط البصرة 55 كيلو متر فقط. المسافة بين نقطتين، الف وباء، المسافة الرياضية 55 كيلومتر. يعني لو كل شهر محركين حاوية فقط، كل شهر حاوية فقط، حاوية الموانئ تنزل آلاف الحاويات باليوم، لو كل شهر شركة نفط البصرة محركة حاوية فقط واحدة، هم كان قاضية من سنة 2014. اما الان احنا ب 2021، فاللي ما يقدر يحرك هاي الحاويات التابعة الى ماله وقلبه ما محروق عليها من ميناء أم قصر ويحركها يوديها لشركة نفط البصرة، شلون يقدر يجيب المنصات المتروكة بميناء الحمرية بالإمارات صار لها 4 سنوات؟ طبعا الجواب لا. العتب هنا أيضا، يعني اللوم يمتد إلى هيئة الجمارك وإلى هيئة المنافذ الحدودية، ذولا كأنما يشتغلون بدول الموز بغير دولة، ولا كأنه هذا أموال دولة ومتروكة ويفترض يرفعون تقارير إلى الجهات المعنية حتى يبلغونها. ولكن نرجع ونقول مال عمك ما يهمك مع الأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخوكم النائب كاظم فنجان الحمامي من لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، هذا هو دورنا، مراقبة. احنا ما عندنا عدوانية ويا أحد، وجاي نقدم وثائق وأدلة دامغة، واللي بيه حظ وبيه خير يطلع على الشاشة ويقول هاي شلون انتركت 9 سنوات. 9 سنوات، 9 سنوات يا جماعة تغيرت بها حكومات، يعني حكومات كل 4 سنوات تغير حكومة، هاي حكومتين وشوية وتالي. يعني احنا نراقب هاي الحالة ونستمر زين، هي اين شركة نفط البصرة؟ هنا لحد يقول لي المواني حرم قمرقي، الشركة العامة لموال العراق ليس لها علاقة أبدا، لأن هي محرمات قمرقية. العتب على والقمرق عند قانون المفروض يعلنها المزاد العلني، ولكن واحد يغطي للآخر مع الأسف الشديد، وهذا دليل قاطع أمامكم. شكرا جزيلا وإلى لقاء آخر.